صباح الخير ريم. يبدو أنه الشبكة الدفاعية في الجسم البشري في خطر بسبب التغيرات المناخية. وجد الباحثون في جامعة لويسفيل في دراسة طبعا قدمت في مؤتمر جمعية القلب الأمريكية أنه تغيير درجات الحرارة تؤثر على خلايا الدم البيضاء اللي هي تعد يعني الاستجابة الأولى لكل ما يتعرض له جهاز المناعي البشري. هناك نوعين من الخلايا التي تعرف بالخلايا التائية، وهي الخلايا المسؤولة يعني هي شبه طاقم تنظيف مسؤولة عن التخلص من أي شيء يدخل على الجسم وقد يكون مضر بالجسم. وجدوا الباحثين أن هذه الخلايا يزداد عددها عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة. وأيضا هناك خلايا تعرف بخلايا البائية، وهذه هي الخلايا هي التي تنتج مضادات تتعرف على مسببات الأمراض وتخزن هذه المعلومات كي تتصدى لهذه الميكروبات أو الفيروسات في المستقبل. هذه النوعية من الخلايا تقل بدرجات يعني مع ارتفاع درجات الحرارة. طبعا العلماء أخذوا عينات دم من أكثر من 600 شخص بنفس الوقت لكن بأيام مختلفة مع درجات حرارة متفاوتة بين 21 إلى 27 درجة مئوية، وهي درجة يعني ضئيلة جدا ما يمكن أن تكون تؤثر علينا بهذا القدر. لكن وجودها ارتفاع الخلايا التائية يدل على وجود التهاب، مما أدى إلى طبعا قلق العلماء والتحذير من أنه ارتفاع درجات الحرارة خاصة في مع التغيرات المناخية قد يؤدي إلى ضعف كامل للجهاز المناعي البشري، خاصة أنه ستتحول الطاقة بدلا من الدفاع عن الجسم إلى تبريد الجسم. نعم. أيضا موضوعك الآخر هو عن خريطة رقمية للدماغ، ما التفاصيل؟ ريم، هذا الموضوع يعني يدعو للتفاؤل وقد يعني يمنعك من الذهاب للمزرعة، لأنه كل ما يتطور الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يصل لعظمة الدماغ البشري طبعاً. وإن كان هذا طبعاً البحث هذا البحث تم استخدام الذكاء الاصطناعي اللي طبعاً إنجازه جاء بالتعاون بين خبراء الطب في جامعة هارفارد وخبراء الذكاء الاصطناعي في شركة جوجل. أخذوا عينة صغيرة من الفص الأمامي للدماغ الأيسر لشخص مصاب بالصرع أثناء عملية جراحية. عند وضع هذا الجزء وهو أصغر من نصف حبة رز يا ريم، وجدوا أن هناك أكثر من 50,000 خلية عصبية، هناك أكثر من 50 مليون مشابك عصبي اللي يربط بين الخلايا العصبية في الدماغ، وقدرة على تخزين المعلومات تفوق 1.5 مليون جيجا بايت. العلماء يقولون يعني كي نتمكن من دراسة الدماغ بشكل كامل أو خزن هذه البيانات نحتاج، إذا طبعا تم استخدام وخزن هذه المعلومات على شرائح، نحتاج إلى شرائح قد يصل تكلفتها إلى 50 مليار دولار. ناهيك عن أنه مركز البيانات في هذه الحالة سيحتاج أن يكون على الأقل نصف كيلومتر. وجد الباحثون أن هناك أشياء لم نكن نعرفها عن الدماغ، مثلا هناك يتوقع يعني هناك نوع من الخلايا الدماغية التي تنمو مثل المرآة، أخرى واحدة تعكس الأخرى، هي انعكاس لبعضها البعض. بعض الخلايا كنا نعرف سابقا أنه معظم هذه الخلايا لديها مشبك عصبي واحد أو يعني نقطة اتصال مع الخلايا الأخرى. وجدوا أن هناك خلية لديها أكثر من 50 نقطة اتصال وهي تلتف على بعضها مثل الكرة، لا يعرف العلماء طبعا السبب إلى الآن. هناك طبعا أيضا معلومات جديدة عن تلافيف الدماغ وكيف طبعاً. من ممكن أن تنعكس هذه المسألة على المعلومات والذاكرة البشرية. يعني احنا طبعا أكيد شكرا لك يا هند على هذه القصص، يعني يبقى الدماغ البشري يعني معجزة إلهية ونتمنى أنه ما يسيطر عليها أيضا الذكاء الاصطناعي مرة أخرى. شكرا لك يا هند.